بسم الله والصلاة على رسول الله. تحية لرواد موقع أشواقع اللي كنشكره ابتداء على هذه التغطية المتحفة لفعاليات مهرجان الرسالة في دورته الثانية والتي تنظمه فيدرالية بلا حدود التي نتشرف برئاستها. هذا المهرجان يأتي تتويجا لمجهودات جبارة على مدار سنتين متكاملتين قمنا فيها بإرساء قواعد رصينة لمسابقة إقليمية لاكتشاف الأصوات الواعدة، معظمها أصوات شابة وفيها أصوات مخضرمة نقدمها في خشبة مسرح محمد السادس بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، هي ذكرى المسيرة الخضراء والتي تصادفت وتزامنت قدرا طيبا صيبا على قلوب والأمة الإسلامية الجمعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. معكم غزان الشرقي، مرشدة ومقرئة بمدينة وجدة، أنتمي لمجموعة الأطلال للأغنية الروحية والعربية. جينا كاملين باش نحييوا هذا الاحتفال ومهرجان الرسالة في نسخته الثانية المنظم من طرف فيدرالية بلا حدود برئاسة السيد رشيد بوشما. فنتمنى يكون هذا الشيء عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم الفنان طارق الرعد من وجدة، موسيقي وعازف. اليوم كنشارك انا كعازف من عازفين ديال المنطقه الشرقيه ومدينه وجده مع فرقه الاطلال اللي كتجمع مجموعه ديال الفنانين من مدينه وجده ومدينه الرباط في اطار فعاليه مهرجان رساله الدوره الثانيه اللي كتنظمه في فيدراليه بلا حدود اللي كتراسها الاستاذ والفنان رشيد بوشما. هذه الدوره الثانيه كتعرف واحد البرنامج حافل اللي كيجمع واحد مجموعه ديال الاصوات ديال نسائيه ورجاليه اللي غادي يدير واحد البرنامج اللي حافل ورائع كيكاد يضمن الموسيقى الروحيه والموسيقى العربيه ويمشي حاجه اللي فريمون توب، واللي واحد البرنامج اللي قوي بزاف اللي عمره ما كان في وجده. وكنشكروا الناس اللي قاموا على هذه المبادره هذه، منهم الفيدراليه، منهم جنود الخفاء، منهم بزاف تاع الناس المساهمين اللي ساهموا في هذا المهرجان هذا.